السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ ان شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد، بس قبل ما نبدأ في مقطع اليوم في جزئية بسيطة لازم اقولكم عنها. اول شيء الله يعطيكم الف عافية على الشيء اللي قاعدين تسوونه، والله العظيم ما تحسون، والله واللي رفع سبع انكم ما تحسون في السعادة اللي انا قاعد اشوفها الان. شكرا على كل شخص قاعد يضغط على زر اللايك وقاعد يشترك في القناة. الفترة هذه قاعد اشوف في ناس قاعدة تشترك كذا بشكل مرة كبير، والشيء هذا حرفيا قاعد يحمسني بشكل مرة كبير. يعني خلال 4 أيام 3000 مشترك داخل القناة. يعني قبل 4 أيام كنا 73,000 أو 72,500، اليوم شوفوا كم عددنا تحت. الشيء هذا حرفيا يسعدني، والله يعطيكم ألف عافية. الشيء ثاني يا جماعة الخير، فكرة مقطع اليوم راح تكون كره وسلسلة كانت موجودة زمان. شوفوا عدد اللايكات اللي جابتها السلسلة في القناة القديمة، واليوم رجعنا نسوي السلسلة هذه من جديد. طبعا اليوم راح يكون جليتشات تيك توك. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم يا جماعة الخير، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، وليتس جو خلينا نشوف المقطع. اول شيء راح نجربه يا جماعة الخير جليتش موجود في ليزي. الجليتش هذا احس انه مفبرك اول ما شفته، ولكن الحين راح نجربه ونشوف هل الجليتش هذا حقيقي او كذبي. اوكي، مكان الجليتش يا جماعة الخير راح يكون في المنطقة هذه اللي هي منطقة وين؟ ايوه منطقة ليزي، في المنطقة هذه في البيت اللي موجود هنا. هرموس تغير اسمك صدق اليوز كود في اكس بي، ايش قصدهم؟ ظنك يقول ذكر المتابعين. والله ممكن يقصد ذكر المتابعين. ياب اسمع قرموز، جيب لي سفينة، جيب لي سفينة وتعال انا بفتح لك الطريق. لازم تساعد خويك، يعني الغراب هذا يقولون يعني الناس اللي عندهم خزعبلات يقولون الغراب هذا معناه شوم. اتوقع الجليتش ما راح يضبط. سمعت صوت غراب مرة ثانية، لا شكله ما راح يضبط الصوت مرتين. يالله فورتنايت ديناصورات حيوانات. كل شيء صار فيها مسكينة. دقيقة وقف 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 وخر 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 وخر. الجليتش موجود هنا، شوف السفينة دخلها دخلها هنا دخلها. بس وخر، انزل انزل. ايوه طفت لهنا. طيب اركب هنا بعدين انتقل كذا بعدين يا ولد نسيت الابني. ايوه اسوي كذا تمام، بعدين انزل السيارة. الله اضبطت، ليتس جو، والله اضبطت، والله اضبطت يا عيال. دقيقه بعيده مره ثانيه، دقيقه دقيقه، ماني مصدق ماني مصدق. انا لحم هنا تمام، لا تسوي كذا بعدين كذا بعدين اللي يبني تبني. قسم بالله جاي جبار، جاي جبار يا عيال. طيب الحين نروح نشوف الجليتش الثاني. الجليتش اللي راح نسويه بعد شوي ما ادري هل هو صدقي او كذبي. هذا يذكرني ايام توم وجيري كنا نتمنى ان نحط المسحوق ونختفي. تتوقع الجليتش هذا هل هو صدقي او كذبي؟ اكتب لي تحت في الكومنتات رقم الجليتش اللي هو رقم 2 نعم او لا. طبعا مكان الجليتش يا جماعه الخير راح يكون تحت بارك على نفس في الحصى هذه. اتوقع في الحصى هذه يا جماعه الخير، يا بيب الحصى هذه نروح ونجرب. يبغى لنا سيارة بنحصلها في المكان هذا. اي حصى يقصد هذه؟ ايوه اجي. يبغى لنا سيارة ثواني، سيارة تحت نجيب جمس وانا بجيب سيارة صغيرة. لا لا ما يقصد هذه يا قرموز. عرفت شو يقصد. تعال هنا في الحصى ذي اللي قدامنا صح؟ يما والله في جليتش، هذا جليتش جديد. دقيقة
لا يبغانا لا يبغانا ادخل بسياره اجيب سياره ثانيه علقت سيارتي علقت جيب لي سياره ثانيه جيب لي اقول لك نجرب شيء يا ريت اخيرا بعد عناء ما بغى يجي الو اربع ايام عشان هذا قرموز انزل اركب وقف فوق السياره كذا وقف كذا تعال هنا 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 وقف هنا وانا بركب هنا تمام واسوي كذا والله بدي يضبط دقيقه قرموز احي الميم احي الميم احي الميم قرموز والله ضبط والله ضبط يا جماعه الخير الجلتش اللي بعده واللي هو الجلتش الرابع ممكن يابا اتوقع الرابع الجلتش الرابع هذا يا جماعه الخير يعتمد على سفينه وماب ويضبط معك بس هل تتوقع ان الجلتش هذا فعال لحد الان او لا هنشوف يلا وين اوكي طبعا الجزئيه اللي كان فيها الجلتش اللي هو المكان هذا كل اللي علينا ناخذ سفينه من المنطقه هذه ونطلع على طول على المنطقه طيب يبغى لنا سفينه الحين دور سفينه وانت فوق المكان هذا هو ترى حصلت سفينه قرموز ادخل من هنا يسار ايوه بس انزل 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 طيب الطريقه خلني اقصر لكم على الصوت شوي عشان تركزون طيب ننزل من هنا وش اللي فك الباور شفت ولا كنترول في الماوس نسيف شفت طيب نجي كذا ونلف كذا ممكن في البلاط الكبير لا ما ضبط في البلاط الكبير نجربه في البلاط الصغير برضو ما ضبط هنا يمكن مكان ثاني راح نجرب في الجدران كلها ايوه شكله هنا ايوه هنا يدخل دقيقه اتوقع الجلتش هذا ما يضبط يا قرموز الجلتش الخامس يا جماعه الخير احس لو صار راح تصير مشاكل مره كثيره لان احسه مستحيل يصير ما قد شفته في ليزي نفس كذا عطنا توقعك انا والله العظيم ما اتوقع انه بيضبط انا اتوقع كذا انه ما يتوقع انه بيضبط الجلتش هذا موجود في ليزي تحت الدرج انزل في المكان هذا كذا انزل كذا تيك 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 سوي كذا انزل وخر انت خربت علي وخر ارجع انا اجرب من جديد كنت حاس والله العظيم كنت حاس نروح للجلتش اللي بعده طيب يا عيال الجلتش اللي عليك عشان تشغل هذه بعد ما تشغلها تدور لك سكن رقصه مو سكن لا ليه ما ايه وين رقصه السوبر هيرو لا ما تضبط اتوقع يا بتوقع ما تضبط يا جماعة الخير طيب الى هنا يا جماعة الخير وصلنا نهاية المقطع كم توقع جبته صح كتبته تحت في الكومنتات
عطنا توقعاتك، كم جبت؟ 5، 4، 3؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. شكرا للناس اللي ارسلوا لنا هذه المقاطع، نجرب عليها السلسله القديمه اللي كنا منزلينها قبل. ولهنا وصلنا نهايه المقطع، لا تنسوا تضغط اللايك. وقبل ما الله، السلام عليكم.